طيب شو بتعمل تصلحي؟ تمرن اكثر. طيب رح اقول لك ما بين انا وجهه نظري. برافو انك سمعتي مني ما رقصتي انت عم بتغني. Which is very good. بس بدك تشتغلي بجديه اكثر. يعني you have to work on it to earn it. يعني عندك تالنت هو الرقص. بس احنا بدنا رقص ومغنى مثل ما حكينا هذيك الجماعه. اشتغلي سيريسلي على صوتك. بدك جد يعني بجديه مش you have to work. بعدين ركض في ركض بالمغنى كمان ما بعرف ليه حتخوتوني قصه هذه السرعه بالمغنى ما بفهم مش يعني مش واضحه لإلي على طول كل جمعه في خبريه سيري نت افيلبل مين طالب منك اصلا ايه اللي بعد لك ايه بعد الغنيه شوي ظلمتك بكير عليها انا بالنسبه لي الغنيه بكي عليك هيك اغاني منك مؤهل تغني هيك اغاني اشتغل على الموضوع اشتغل على صوتي عندك شيء بس مش مبين لي بعدك مش مبين لك كثير بين لي انك ترقصي حلو بس انا ما جاي قايمك على الرقص جاي قايمك على صوتي شو؟ لا ما الجمعة ما تغلبطت الجمعة محلك بس المغنى كان ضعيف ضعيف بعده ضعيف اكشلي هو كان ضعيف وبعده ضعيف ما رقصتي فكرت ان الرقص اخذ منك الانرجي هالجمعة ما رقصتي هالجمعة كنت واقفة وغنية كثير رايقه هيك اول شيء تلبكت ما خص ملبكي كل الوقت بس يو نيد تو ورك بدك تشتغلي صوتك منك مؤهل لهيك انواع اغاني